بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله تعالى وحان وحر كيفتي من إنها دو إلهي لهذو بعض الفتن وآخر الزمان كنبي صلى الله عليه وسلم إنه شاقي إنا بعيدونت نبي صلى الله عليه وسلم وحين نوموجي فرس الدلال كيسا وكد داري أمديس إلى يوم أن انت الدنبي قيامة وحول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نبي صلى الله عليه وسلم حوت المامية إن بيدي كهر رئيس إلهي ومده صادري إن النبي خستبا مديسة وقلت المام جروحي وخير بهاي إن وشاق جري أيام أردت النبي النشاق صلى الله عليه وسلم إن وقدك جروحي شر وقهاي إن مديسة وقدك جري نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدينا أوتنا ومد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عافية وحوي أبوري أو قل أنت ذي هراء أولها في أولها وحاي من دون نبوري أو كل عدون آخر كذا وحيا بعد ديدان أو إن كرتان يا بعدون مرقى أيها الأحبة الكرام ومد النبي محمد وآخر مارتا أمة من الأمم ومدها ومدي وقدم بيسوي ومدن وحنها ومدي وقدم بيسوي ومدها إلهي سبحانه وتعالى ودو يدن كو أبو ري دات كي هوري ومارت الصحابة رضوان الله عليهم يا مهاجرين تي يا أنصار تي وحي أهر مرين وحي خيرة أي أهر مرين إنه وحادثين إنهم كجرنا الزمن الفتن أيام كجرها قفك مسلم كشعار كيس وحال وغبا هي هي إنه النقضة اللهم سلم سلم إلهو النبت قلي إلهو النبت قلي إلهو النبت قلي يعني تاس بدباد بدباد يعني تال إله إلا ويديستو إلا ودعا يستيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك إلا قد دعيستو دعاء يا نبي صلى الله عليه وسلم وإن أشهد يا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام حال ذا أن كجرنا مركز في رسطه وحبذن أياد كريسا يدي ليسا وحبذن أياد مارتا ودينا يا دبعي يا سليم كعافمات كقبا ودينا يا وحذر كيسا أيها الأحبة الكرام وحي أمدا خير كوجري إني كهاجرين وأخذ سنة نبي وكتابك إلهي سبحانه وتعالى وكهاجرين وحامارة للنبي وتجيء فتنة فيراقق بعضها بعضا فتنة إمانا متبمت كقدم تقدم بيسا يكسي درنت وما ركت فدنا بفدنا ذا يكدرنت هاي يكدم بيسا يكدرنت مركا قفك الربائن إلهي سبحانه وتعالى والنار تكفو بيه وإن كد ذالو كتابك إلهي يسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا دم بربر كذي الدلال كذي ومعلمه ومعرفته وحيره لوكت سوميو
نبي صلى الله عليه وسلم حليه إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه إبليس عرش يسوي ماركتا مدحتويد سالك ودقيه وماركتا وبدأ هل كاسو كصادر عيد مديس يماركتا تدك وحو كفدنا يا عوانتي سو جنكي إنسي بكاملة شيادين الجن وشيادين الإنسي أي هل كاي كصادر يبقى ماركتا كتائبة يعني بوتوين يماركتا قيبة قيبة يبقى مخابرات بصادر أن تدك ماركتا صادح قال أور بغيستا أوركو ذا ماركتا أوروريا marka ka ahdo shayadin al insi ama shayadin al jinni shayadin al insi way soo dhaxmarayaan marka wuxuu soo diraya ciidamadiisa ay soo diraya dadkii ay maarata fidnaynayaan fa yiftununa an-nasa fa a'damuhum 'indahu a'damuhum fidnat marka ibliiska kaatiisa ugu weyn ugu sharaf badan waa kooda ugu fidna ka ugu fidnada badan leh kawu fidnada badan laatiisa ugu sharaf badan ugu sareeyo kaasa maarata uu soo dhaweysanaya uu weyneynaya maadaama uu dadkii soo fidneeyay ka bacdi nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo cadeeyay miisaanka maarata ee fidnada weynideed waxyaabaha maarata lagu miisaamayo wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam midkood baa iman oo waa kuu u shaqeynayay jinka إبليس كو أشقين يميد كو بإيمان وحو كو أراني سلاسان سمي أو سلاسان سمي أو حاسو في النعنسو سمي مركاسو كو أراني إبليس وا كو أراني ما سنعت شيء وحالا واحد سمي سمجرتو أيو كو أراني ما سنعت شيء كبعد كو كلاه دانا إيماني وحو أراني ما تركت شيء تركت شيئا حتى فرقت بينه وبين امرأته وحالا واحد كتغي مجرتو إلى أن كرجيي زوجكي زوجتي إلى أن كرجيي وانقولي صوت بويي وان صوت بابيي مركز كاسو صوت ويسنى مركا وحكورنى نعم أنت نعم أنت سلاس وكورنى وكا عديد أو كلا الربع حديث كوا حديث صحيح وحورنى مسلم أيا سو صار مركا وحذر كيسا في المدى أبوين أي سمعين يان إبليس كا إذا مديسو وأسرادا أو لكالا فوغي أو لكالا سار ويسكا أو لبربريو وأهل ماركتا نيكا يحاس كيسا في النالا كالا دحدقو محايا لي إسرادا أسرادا أو دنتا وأمدي أو دنتي وماركتا إذا تزعزعت تهدم البناء المجتمع مجتمع إلى ماركتا دمية مجتمع هو قل سيهي وأسر متماسكة أو سايستا هذه أسر كاسين الدنيا أو البابية مجتمعي وبابايا أو دمية وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إسوا إنه قد دي إذا أما ماركتا عدا ودا في الندى إذا إسوا إنه قد دي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري من حمل علينا السلاح فليس منا وفقا ماركتا هبنا وقاته نغمد معها وحديث إسوا سارين بخاري ومسلم رواه الشيخان يترمي بس صاري حديث كاس من حمل علينا السلاح فليس منا وحوي قفك هدو أمد مسلمين تا هبو قاتو وحو مارك تا أمد كل حر ديا ما إنو كرقية وعدا ود يو مارك تا أمني إن عرير قريب أيوم حيا هيداني وكانيا وحو كانيا إنو أبدو ماركتا متفجرات وحيابها قرحية يو حيابها إنو أمدي وكو قرحية سيما وداديو ديجي وداديو حرامتها قفك ودينا يا واكي واكي قرية إلهي سبحانه وتعالى يا رسول كي سكي قرية أيا ماركتا يدينا نبغنا وكدقي صلى الله عليه وسلم نبغنا بريئة يكنقضي نكا ومدى مسلمين تاهو قاتا ومحايا هيداني عداوات كدح باري أم ندره كدح بارا نبغ وكما قنقل محاد ما لين إيساء أيها الأحبة الكرام هل كي أيا مارك تحديث كذي كما ريادتك أمد مجتمعا عداوات ديسا كشقين يا هل كي أيا حديث كذي كما ريا
وأدركت وقت بوقت كدم بيا متفجراتك يمارك انتحارك يدينك يا مجتمع عن أمن جيس عريري نجلي إنه مرب مرك كد سيدم بيا إنه سيب ضنيب نبينا صلى الله عليه وسلم بريء يكن نقضي قف كستاء ومدا هبوغاتا ديت كذا محايا لين ولا المجرتو بلا أمن ولا استقرار بلا إيمان سجناشنا مجرت إيمان الآن هدي الله وعي أمني سوقي بالحري حضارة دي باتجي هرمر كيبا هو سودعي لغمة المارتا خبس أيا وحن نقل من أذك ولا سوق مارتا إريري دتك مارك نقطة بيها تكبني سو جرعة الماء أيامي إنسان كو آني أودي من وآني هلين مركاسي أدراد بنبي أدراد بنبي صلى الله عليه وسلم من حمل سلاح علينا فليس منا ساس النبي صلى الله عليه وسلم ساسوير نبي صلى الله عليه وسلم وحينا شهد يا حقيقة مؤلمة وحقيقة جرت أمارة حنو بدن وكذا ورمى يا حديث الفتن عن زمن يأتي على الناس يفقدون فيه أعز ما يملكون وقت أي ماركتا أمدو أي وايسو وحي وقالسنا أي هايستان ترمحوي هاي وكتابك إلهي أي وايا كتابك إلهي أي ماركتا يا دحذو ذكبح ويوايا دعاتي إلهي من وايا عباداتي إلهي وحمو الدين إلهي سبحانه وتعالى إنه إلى ريو وأنا زمن كاسي أي أمدو كتابك دحذو ذكوايسو إلى إلهي سبحانه وتعالى أنو نجارسين وقت حوي إن الله سبحانه وتعالى إن وعمر بريهنا يا مساجدنا يا قلوبنا إن إيمان إلهك عمره نبي صلى الله عليه وسلم وحيري يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب إسلامك وباريوب وقبوبي سلا وباريوب وقبوب مرادا ملب كيف سلا وقبوب ومرادي النقطه مرجب وجو قديم السلا والنقطة ساس وكله أي إسلام كم جبوري ساس النبي صلى الله عليه وسلم كبعد محيري إلى لقب الجروة حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك إلا لجروة صوم ومح صلاة محيتها حج كي محيها صدقة محيتها سكدي لبحين محيتها إلى لقب الجروة أو حاصل بنتك أي كلا سار وأي كلا جرم وايا أو كتاب إلهي مارتا لكوريا في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية آية دين أني كهري محاهري وتبقى دوائف من الناس وحاهري كوحدتك كاملة الشيخ كبير والعجوز يقولون وحيورني أدركنا آبانا وحن صغرني آبا يا شيو على هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة داسية كسو قارني إيراني إنه ما توان إلهنا الحمد لله ما توان قرانينا الحمد لله كتابك إلهي ما أنت دحذينا يا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيا دحذينا تعالى تاسا كقبت بادي ماركتا نارت إلهي إيابنا محي كقبت بادي كلمة دا لا إله إلا الله كلمة داسي كقبت بادي وقت دعاني تدك أهرم با إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله تاسا مارك تمرك إلهي سبحانه وتعالى وكقبت بادينا يا نارتا أيها الأحبة الكرام وحضر كيسان إنا مربا مركا كدن بايا أي فدناد وأي سيبا دانيسو إنا مربا مركا كدن بايا وحيابه إلا قحشوني أي نقانيان سكا عادي شيء عادي أي نقانيان أيها در كيسان وحاصلنا أيها الأحبة الكرام والدين تلقى هاجري بل دي من نقاء فيرسه مساجد دي ولقى هاجري أرك الميسد ويريه المساجد ما أنت لقود دراسين أيو دينت إلهي لقو أخلصان أيو كتابك إلهي لقو حفظين أيو تفسيرك لقو بران أيو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقو بران أيو يرتاي أيها الأحبة الكرام جيل كالسوكر يا بني يرتن إمك إمك إنه سوكر
ee jaamacadaha ku jira waabay ka faanayaan baad moodaa in kitaabka Ilaahay ay bartaan haday xifdin tahay iyo haday tafsiirkiisa barashadiisa haday tahay iyo hadii maxay haydaanay ku dhaqmidiisi iyo in lagu daydo dadkii ehel u khayrki waxa baad moodaa inay imika ay baa u arkaan bashay takhallufa taasina maxay calaamad u tahay waxay calaamad u tahay haajirida laga haajiray diinta Ilaahay laga haajiray waxay calaamad u tahay zaban aakhir inaan maaragta ku jirno waxay calaamad u tahay inaan marba marka ka dambeysa dadku ay u sii soconayaan xagga jahliga iyo xagga maaragtaay inay Ilaahay ka fogaadaan subxaanahu wa tacaala Ilaahay haynagu soo dabaalo diintiisa Ilaahay ummadda haynoo toosiyo Ilaahay awlaadda haynoo toosiyo ilaahay dunuubteennana allaha dhaafo wixii xunaa allahay naga xijaabo khayrkana ilaahay ha inoo badiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa allahayna jeclaysiiyo saban aakhir baan ku jirnaa waa adiga arkay waxaa laga doodaya waxyaabo maaragtaa dadka berigii hore dadka xataa baadi ay ka xishoon jireen ayaa maaragtaa baarlamaanada in lagaga doodo loo soo bandhigaya maxay tahay waa waxyaabo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ciqaabtiisa uu ka dhigay dil qofka la yimaada in la dilo waa dhaqanka liwaadka weyn waa dhaqanka in maaragtaa jinsaynku inuu ninku nin guursado haweenaduna haweenay guursato yacni dabciga saliimka ee caadiga ah ayaa diidaya gaalada in badan baa diiday iska daa maaragtaa dadka muslimiinta taasaa waddankeenna waqti la soo geliyey waxaad arkaysaa in loo ololeynayo oo loo socdo in maaragtaa jinsiga in shay iska caadiya noqdo zinadu inay shay caadiya noqoto in loo ololeynayo oo maaragtaa diintii la iloobay in la iloobay awaamirtii Ilaahay subxaanahu wa tacaala la iloobay sunnadii nabiga sallallahu calayhi wasallam in la iloobay in loo arko zinada haddii maaragtaa labada qof ay raali iskaga yihiin inay waa caadi bay iskala yihiin yacni halkay ka noqoto yaa baneeyey labadaba dambi bay yaa ku dhacaya haddii isla ogol yihiin haddii mid qasab ka yimaadana kaasaa dembiga leh oo ka kaleda waa la qasbay soo maaha laakiinse labada hadday raali isaga noqdo way ka sii weynta waxaa maaragtaa waxay noqonaysaa haddii sidaa la ydhaa fududayn in ummaddii loo fududeeyo inay wuxuush sidii xayawaankoo kale inay noqdaan ayaa maaragtaa loo fududaynaya ayuha alaxibatu lkiraam ilaahay haynu soo hanuuniyo wa sala allahuma calaa sayidina muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin